والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة سيادته إلى الصين. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد امبارح مباحثات قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين. أكد السيد الرئيس حرص مصر على تعميق التعاون الثنائي في العديد من المجالات، خاصة التنموية والاقتصادية والتجارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة الحقيقة المتوفرة حاليا في مصر في مختلف القطاعات. في اليوم الثالث لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسؤولين في بكين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كذا سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات. كمان امبارح السيد الرئيس أجرى محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من عمران خان رئيس وزراء باكستان ورئيس أوزبكستان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير قطر وأنطونيو جوتيرش سكرتير عام الأمم المتحدة. وده كان على هامش مأدبة الغداء اللي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. من ضمن الأخبار كمان اللي معانا، قيادة القوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت عدد من الفعاليات المميزة الحقيقة خلال شهر يناير، منها تنفيذ عدد من الزيارات لمجموعة من طلبة الجامعات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية، ده غير تنظيم 12 زيارة لطلبة الجامعات للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. أيضا افتتح اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب واللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل أبو شوشة محافظ شمال سيناء مسجد رياض الصالحين بقرية وادي الحاج بمدينة نخل بشمال سيناء، وده بيأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في تقديم الدعم التنموي الشامل لأهالي سيناء وعبر شيوخ وعواقل سيناء عن وعبروا شيوخ وعواقل سيناء عن شكرهم وتقديرهم البالغ للقوات المسلحة لمساندتها المستمرة لهم وما قدمته من تضحيات في سبيل عودة الأمن والأمان بكافة أنحاء مدن وقرى سيناء وصولا لإحداث التنمية الشاملة في سيناء. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل جولة في مدينة العالمين الجديدة واستمع إلى عرض شامل للموقف التنفيذي للمشروعات، وقال إن القيادة السياسية مهتمة بمتابعة حركة التشييد والتنمية اللي تشهدها المدينة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز اللي بتتمتع به، وشدد على ضرورة تشغيل شبكة مخصصة لتصريف الأمطار في المدينة، وقال مش هنسمح بوجود تراكمات لمياه الأمطار في شوارع العالمين الجديدة. وخلال الجولة امبارح تفقد الدكتور مدبولي المنطقة الصناعية وشهد التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي في العالمين الجديدة، وقال انه في اهتمام شديد من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم إقامة نشاط صناعي موسع بمدينة العالمين الجديدة، ده إلى جانب النشاط السياحي والسكني اللي بتشهده المدينة. اختتم رئيس الوزراء زيارته لمدينة العالمين الجديدة بتفقد الحي اللاتيني ومتابعة مشروعات الإسكان. خلال الجولة تم التأكيد على أنه تم استكمال أعمال الهيكل الخرساني بالحي اللاتيني بنسبة 92%، وهيخلص تشطيب الواجهات للعمارات المطلة على الطريق الساحلي بنهاية الشهر الجاي.
مع تعديل أسعار البنزين ربع جنيه، بعض الصفحات على السوشيال ميديا نشرت أنه تم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بدوره تواصل مع وزارة التنمية المحلية واللي نفت هذا الكلام وقالت أنه إلى الآن ما فيش أي زيادة في تعريفة الميكروباص والسرفيس، والأجرة ثابتة زي ما هي في كل المحافظات. امبارح معرض القاهرة الدولي للكتاب عمل حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل، وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الجائزة دي هدفها هو تحفيز النشأ على القراءة والاطلاع، وأكدت استمرار خطط رعاية النابغين والموهوبين في مختلف مجالات الإبداع. وامبارح ايضا وزاره الداخليه نشرت فيديو بتوضح فيه جهود اجهزه الوزاره في ضبط العديد من القضايا ومواجهه الجريمه بكل اشكالها خلال شهر. تتواصل جهود وزاره الداخليه على مستوى الجمهوريه لمواجهه الجريمه بكافه صورها، وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 28,639 قضية تامونية متنوعة، وغلق 22,722 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق، إضافة إلى ضبط 5,532 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 29,925 أرجيلة. كما تم ضبط عدد 230,949 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 41,145 قضية تموينية متنوعة، من بينها 766 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء، وضبط 130 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,843,420 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 379 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 147 طن و67 كيلو، وضبط 70 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 33 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 860,340 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 20,415 من قائد المركبات بالطرق، تبين إيجابية عدد 1,182 منهم. كما تم المرور على 905 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,886 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 17 سائقا منهم. كما تم فحص 3,794 مركبة، تبين مخالفة 158 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 1,940 سيارة و214 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 80,419 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 348,710 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 295,093,084 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية،
ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1097 قضية، من بينها 617 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، كما تم ضبط 480 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 44127 مطبوعات تعليمية وأدبية وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 116 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية 518 مليون و577 ألفاً و561 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 8289 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت 19 مليار و43 مليون و285 ألفاً و624 جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 26 مليون و453 ألفاً و622 جنيها.